بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مسائكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط السادس الذي يحمل في كشوفاته الجدان المهجنات الأصايل من مسافة 5 كيلومترات. هي مسافة ورحلة في هذا الشوط من الأسماء المنطلقة، الشعارات المتواجدة 76 شعارا من تتواجد في هذه في مسيرة هذا الشوط وفي مسيرة هذه التحديات. نتابع مباشرة المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، من ينطلق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، حامل رقم هنا الذي يتواجد مع المركز الأول، حامل رقم 39 بشار سيد حميد بن عبيد العطسان المنصوري، من ينطلق على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني مبلش من تسلل في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط، السيد راشد بن بطي بن محمد المري، من يتقدم الآن على مستوى المركز الأول. نتابع المركز الثاني، ثاني التحديات، يتواجد هنا أخو شمة وحمد بن محمد، من يتواجد مع المركز الثاني في هذه اللحظات. إذن هنا الأسماء القادمة، بشار حميد بن عبيد العفصان المنصوري من تسلل في هذه اللحظات إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن هنالك من بدأ ينطلق ويتسلل في هذه اللحظات، ظبيان سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن جلاد وعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، من يتقدم هذا الشعار الذي أبدع وتميز في هذه الفترة المسائية وفي كل مهرجان يتواجد شعار بن رشيد وينفر بالنواميس المميزة. نتابع المركز الثالث هنا من وصلنا مع ثالث التحديات، الذيب منصور بن محمد بن عبد الله بن خليفة المهيري، من يتقدم الآن ويقدم لنا المنتصر على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، الطائر، وصل الطائر ومصلح بن مسفر اليامي، من يتقدم على مستوى المركز الرابع. وخامس التحديات، أشقر محمد بن راشد بن عبيد الظاهري على خامس التحديات. المركز السادس هنا ينطلق الذهب، ومحمد بن حمد بن صالح المري، من يقدم الذهب على المركز السادس. سابع التحديات، سابع الأسماء المتواجدة والمنطلقة، مبلش راشد بن بطي بن محمد الزعبي، من يقدم لنا هذا الاسم القادم مع المركز السابع. المركز الثامن، ثامن المراكز مشاهدينا ومتابعي الكرام، وصل ناصي وحمد بالعصري بالحب العامري، من يقدم لنا ناصي على المركز الثامن. المركز التاسع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من وصل في هذه اللحظات وينطلق الخروف للسيد محمد بن سالم بن حمد الهاشمي. بينما المركز التاسع التحديات، الاسماء المتواجده، ام المركز العاشر هنا شاهين راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي على المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود الى مقدمه الشوط، نعود مع المركز الاول مع صداره هذا الشوط وشعار بن شطي، من يتواجد هنا على المقدمة مشاهدين ومتابعين الأعزاء، من غير شاهين حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، يتقدم الآن أحد الضيوف الأعزاء القادمين من سلطنة عمان. نتمنى التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. المركز الثاني، ثاني المراكز، الأسماء القادمة هنا، وصل الذهب محمد بن حمد بن صالح المري، يتواجد مع ثاني التحديات، يتقدم شعار التاج على المركز الثاني. المركز الثالث الاسم القادم هنا، المنطلق والمتواجد الطائر، مصلح بن مسفر اليامي. المركز الرابع شعار بن رشيد القادم مع هذه التحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، جلاد السيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، يتقدم مع المركز الرابع. وخامس التحديات، خامس الاسماء المنطلقة أشقر محمد بن راشد بن عبيد الظاهر، يكتفي بالخمسة الشعارات الأولى، الخمسة الأسماء المميزة، 2 كيلومترات
ما تفصلنا عن خط النهاية، ما تفصلنا عن الناموس المميز وشعار بن شطيط على المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الذي بدأ ينطلق، بدأ ينفرد، بدأ يبدع ويتميز في هذا الانطلاق. هنا شعار بن شطيط على مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، يتقدم حمد بن علي بن شطيط الوهيبي على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هنا يتواجد شعار المري على ثاني التحديات، ولطام القادم هنا لطام حسين بن حسام بن حسن. المركز الثاني الذهب محمد بن حمد بن صالح المري، ولكن شعار بن مرخان وصل الآن. شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاتبي يقدم الشامة. الله، يا المركز الثالث، ثالث التحديات، وصل نايف وسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. بدأ يتقدم بن رشيد، بدأ ينطلق السويدي على المركز الثاني. المركز الرابع هنالك، والخامس والسادس، الشعارات القادمة كيلو ومي 1200، ما تفصلنا عن الناموس، ما تفصلنا عن خط النهاية. القيادة والريادة مع بن شطيط، بن شطيط على المركز الأول، حمد بن علي بن شطيط الوهيبي من يتقدم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. وشاهين المنطلق، الكيلو الأخير يا شاهين، الكيلو الخطير، كيلو التحديات القادم. هنا نايف سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي صعب المضمرين مع المركز الثالث، محمد بن سلطان بن مرخان اكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا عاد من جديد في هذه اللحظات الطائر مصلح بن مسفر اليامي، ولكن أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع التحديات بن رشيد وبن شطيط، بن شطيط وبن رشيد، دولة الإمارات. الله، يا نايف، انطلق نايف على المركز الأول على صدارة هذا الشوط، وشعار بن رشيد يحاول أن يضيف النقطة الثالثة في هذا المساء الجميل. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، مساء الإنجازات، مساء البطولات، مساء الصولات والجولات يا بن رشيد. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم نايف، نايف على المركز الأول، ينطلق نايف بهذا الناموس المميز. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي بطل من أبطال عالم التضمير. الله، يا بن رشيد، الله، يا جميرة، جميرة تحتضن الرموز، تحتضن السيارات، تحتضن النواميس. هنيئا هنيئا لك يا سعيد يا بن خليفة بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار لحظات وصول نايف إلى خط النهاية. تهانينا والناموس للمبدع بن رشيد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات حامل رقم 20 مرهق رسيد فهيد بن محمد بن فهيد المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل شاهين حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، ورابع المراكز الشامخ محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وخامس الأسماء نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. تهانينا إذن والناموس لشعار بن رشيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز نايف بالمركز الأول، يظفر بهذا الناموس المميز ويهديه إلى أبناء جميرة. تهانينا والناموس. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار والتوقيت الزمني، وبن رشيد يفعلها للمرة الثالثة على التوالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا قطع مسافة 5 كيلومترات كما تشاهدون على قناة أبو ظبي الرياضية. لحظات التوقيت 7:41، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني من وصل مع ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مرهق لسيد فهيد بن محمد بن فهيد المري وصل في الأمتار الأخيرة 7:45 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، شاهين حمد بن علي بن شطيط الوهيبي 7:46 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.